مش امك. انتي لوين رايحه؟ على بيتي. بس اخوك يا ابو محجوب بده اياكي تضلي هون تخدميها لامك. ايه بعيوني بخدم امي انا، وبكره من الصبح رح اكون هون. ايه بس اخوك يا ابو محجوب ما رح يهون عليه بروحتك. شلون يعني ما رح يهون عليه بروحتي؟ والله انا قلت لك وانت دوس طفلي، ذنبك على جنبي. ذنبي على جنبي؟ انت ليش عم تحكي معي هيك؟ انا ما دخلني حبيبتي، انا جايه حذرك. ولا بدك تكسري كلمه اخوك؟ لا اذا بدك تكسري كلمه اخوك لا، هذا شيء ثاني. هلا اذا بدي روح على بيت جوزي كون عم بكسر كلمه اخي. جوزي؟ لا عن جد ضحكتيني. ليش وين جوزك تبريني؟ وينه؟ وفي اخانه. شو قصدك؟ قصدي انه ما حدا راح على اخذ عسكر ورجع تقبريني، وخصوصي هديك البلاد اللي راح عليها جوزك. باذن الله رح يرجع، وساعتها اخبطوا راسكم بالحيط. لك انت شلون بيجي من قلبك تحكي هيك عن ابن عمتك؟ اه شلون؟ والله تقبريني انت بزماناتك حكيتي على اخي صفوان اكثر من هيك، البادي اظلم. وخي ليش بدي وصلك على بيت اهلك؟ هيك انا بهذا البيت ما عاد لي قاعده. وليش بقى؟ لانه الخانم اختك ما عاد حدا عب عينها يا بعدي. قلت لها بيقول لك اخوك ابو محجوب لا تطلع من البيت، عادي خدمي امك هالعاجزه. قالت لي انا ما دخلني، ماني مجبوره، خدميها انت. حملت حالها وراحت على بيت ابو وضح. شو هالحكي؟ مرتخي لا تخافي، انا بخدم امي بعيوني. انت ما حدا دحشك، خليكي على جنب. ماشي هلا وفيها، افرطي لنا اياها، اطلعي على اوضتك وبكره انا بعرف شغلي معها. قلت لك بدي روح يعني بدي روح. وفيها انا حلفت يمين اذا رويدا بتطلع من هذا البيت انا ما قاعد بهون. لك الله يصلحك ويهديك يا وفوقه. لك ليش تحلفي؟ هلا حلفت ومشي الحال. يعني وللبيت؟ ايه للبيت. ولا بدك يعني اكسر حلفاني مشان ضل هون؟ طيب ما في مشكله. بعد ما مات ابي الله يرحمه وامي وقعت بالفارج صارت توقفي اهلي وما بدهم يتحكموا فيها. فجرة عينهم. شوفي من يوم ورايح نصير نروح انا وياكي كل يوم لعندهم ونرجع انا وياكي. بجوز عنده ما يخليني ارجع. مو على كيفه، وايش قالك براسه؟ انا بدي احكي لعمك ابو وضح خليه يوقفوا عند عنده. والله شو جنوا هدو؟ شلون بدهم ياكي تتركي بيت جوزك وتروحي على بيت اهلك؟ والله الله ما قالها. لا تقبرني، خيط بغير هالمسلة انت واختها. يا مرت عمي، يا مرت عمي، اختي رويدة حرمي من جوزها، يعني ما بصير جيبها من بيت جوزها. بس انا بوعدك انه راح بجيبها كل يوم تخدم على امها وتزبط امور البيت، وهي اختي عليا عم تقوم بالواجب وزيادة. سامعة يا مو؟ سامعة؟ طلع مالي فضل بنوب. شوفي ايدي شلون مالي قدران احركهم من الخدامة، لك طبخ ونفخ واولاد وكله بكفة واخرجني بكفة، لك انا حالي بده خدامة. لا تزعلي تقبريني، لا تزعلي، بيت ابوكي مفتوح الك ومالك منية على حدا. كلي رغيف وزتي عشرة. هي انت لا تتدخل، هذا شغل نسوان، رجال ما بيتدخلوا. صبرنا وتحملنا وهلا كل واحد لازم يلزم حده. يا ابن عمي هلا اختك رويدة جوزها راح على اخذ عسكر، بجيبها لعندها، ومتى ما رجع جوزها بتبقى بترجع لعنده. هذا يا سيدي اذا رجع. والله ما بعرف عمي، امروا على بيتك هلا، بكره بنلاقي لكم حل. يلا موجود الحل يا ابي، موجود، بيحمل حاله بيروح بيجيب اخته بيحطها عندهم بالبيت. وفضت يا عرا، لك اخته هو حرفي هالشيء. حسبي الله ونعم الوكيل. لك ما بيصير، ما بيصير. عدنان وهلا يا جماعه، وهلا شو هلا؟ مرت عمي مشان وفيقه تروح معي. لا حبيبي، وفيقه ما رح تروح معك على البيت الا اذا رجعت اختك على البيت، ويكون بعلمك اذا طلعت اختك من البيت وفيها دغري رح ترجع لهون. شلون يعني؟ ما فهمت. يعني مو ترجع لها يومين ثلاثه بعدين تطلع مره تانية. بنتي ما لها مجبوره بامك واخواتك، شوفوا لي على قلبي، شوف قلبي على نصها. ايه يا ابو محجوب ايه، اسمع كلمه حماتها بصوي بنعت الله. ولك العمى، العمى، ولك شلون بيجي من قلبها تترك امها بهالحاله وتروح على بيت عمتها؟
رويدة مالها مقصرة بحق أمها بنوم. إيه سيدي مقصرة، مقصرة ونص. لك في وحدة بتحترم حالها بتترك أمها بهالحالة؟ لك لولا وفوقها الله يجزيها الخير كانت أمك هلأ بعداد الأموات. وفيقة؟ إيه وفيقة، ليش مين عم يخدم أمك غيرها؟ والله يا أخي وفيقة ما عم تقرب على أمك، رويدة هي اللي. تسكتوا ليه؟ ما حدا سألك. هني كلمتين بتضلي هون يعني بتضلي هون. لك يا عمتي الله يرضى عليك، رويدة متجوزة ومن حقها تروح على بيتها. ايه بس يرجع جوزها ساعتها بنحكي عمتي. يوه اسمعوا على هالسما. عمتي انت بيهون عليك يتضل عليا لحالها عم تخدم امها؟ ليش لا تضل لحالها؟ هاي مرتك، روح جيبها من بيت اهلها. مرتي مالها مجبورة. ايوه معناتها هاي الفنقة الصبحية. مرت عمي ما دخلها. ما دخلها؟ لك بقطع ايدي من شرشة اذا مو صبحية ولا هالقصة. عمتي الله يرضى عليكي، لا تجيبي سيرة مرت عمي بنوم. اسمع لك اليوم رح خلي رويدة هون لأنه ما في حدا يخدم امك بهالليل، بكرة من الصبح بتروح بتجيب مرتك، لأنه أنا جاية بكرة المساء آخذ رويدة وغصب عني عجبه واللي ما عجبه. ستي من هون لبكرة فراج. وأنا هلا عمك أبو وضاح ما رح دريب القصة. وش كان ديري يعني؟ وش كان ديري؟ رح يجي ياخذها وغصب عنك. ستي ايش كان طلع له؟ لا يقصر. يا عيب الشوم، يا عيب الشوم. عمتي استحوا ماتوا. خير؟ عم تبكي؟ رويدة؟ وضاح في شي ومخبي علي؟ ولي على عمتي؟ ليش شو بوضح؟ لا لا ما فيه شي، بس شغلتي لي بالي. عبدو ابن أخي. عبدو؟ خير إن شاء الله، شو في؟ قال ما بده يخليها لرويدة ترجع لعنا. شو؟ هيك ها فرجيها العين الحمراء. لك مرت عمي لك، الله وكيلي كلمتي راح تمشي قرفاً عن رقبتك. دخلات وجابت غرابة؟ لك هلأ شو بدك بغراضة؟ بتجيبهم بعدين وفيها؟ لا تسألني لازم تجيبه كان ما تفكر بالرجعة لهني. طيب برد عمي طيب، ما بصير غير من بدك يا وحياتك. يلا خاطره. الله معكم معكم. خاطرك يا منتعي لعنا. أكيد تقبريني بكرة من الصبح بجي وكل يوم رح تلاقيني عندك. يلا خاطرك. خاطرك الله معكم. روحي مرجوم. الله معكم. سلام. لسا ما شفت شي يا رويدة خانم، وانت يا ام عبدو والله لموتك قبل اواني. ومرت المختار اللي رافعت لي زنيفتها هلا اجى الوقت المناسب لاشفي غليلي منكم. ايه الله كبير. شلونك رويدة؟ من الله منيحه. ايه الحمد لله. عليا يا عليا. شو بدك من عليا؟ عليا نايمه. بالله كان بدي تسخن لي شوية مي، حاكم بدي تخسى أنا وأخوك أبو محجوب. إيه روحي سخني مي لحالك، عليا ما أنا مجبورة إني أسخن لك. لكن مين المجبور يا بعدي؟ أنتِ ما عنا مرت عمي ام صفوان وزكية وسلمى. ايوه وين قاعدة؟ فوق بغرفة وفيقة. تفضل. عبدو لا عبدو بالمشكل ورشدي طلع من الصبح ما بعرف ليش. اهلين عمتي.
يبعث الحمى عليكي، ليش عم تبكي؟ يو شو بك يا بهجة قلبي؟ أبو وضاح الله يكون بعونه ما له حمل هالقصاص. الزلمة فايد ابنه الوحيد وقلبه متلوع عليه. لك يا عقيد نحن ما لنا قايلين شيء، يرجع ابنه وحيده وياخذها للبنت. لك انت بتعرف شو معناتها هالعملة اللي عملتها؟ شو معناتها؟ معناتها انك عم تفاول على ابنه انه ما رح يرجع، وطلعت هالبنت من عنده من البيت رح تهدله حيله هند. لك بدل ما نوقف معه بهالمحنة نجي نحن منزيدها على قلبه. لو كان ابوك المرحوم لساته عايش بيرضى بهالحكي؟ الحرمة الليلة بدها تنام بيت جوزها. يا عقيد بس انا ابوك محجوب، هي قصص حريم، واللي بيلحق قصص الحريم بيقلل من قيمته بايده. لك علي الحلال تحكي كلام اصلي ومدوزن ومعدل. بس يا عقيد انا امي الله يعافيكم ياها، والجماعه ما لهم مانعين تروح تخدم امها يوميا. ابو عجاج بيجي بياخذها لعمكم وبس تخلص بيرجعها. ايوه، ومين هذا ابو عجاج؟ رجدي. انت اسمك ابو عجاج؟ مين سماك هالاسم؟ وضاح الله يذكره بالخير ويرجعه بالسلامه، هو اللي سماني ابو عجاج. ونعم الاسم والله. إيه كان يخبرنا ابو عجاج رجال وينشد في الدار. يلا على اذنكم. الله معك عقيد بالسلامه. ابو محجوب مثل ما حكينا لك هلا كم بيصير. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك عقيد. شو اخي شو ناوي تساوي؟ رح تخليها ترجع على بيتها؟ طيب خليه يحكي مع عبده بركي بيحل لنا هالمشكلة. يو يا قتل إلهي، ركبني العصبي ما عاد قدراني، بدي فش خلقي. بدي مالك ولك انت تناوي لك دهرية؟ والله ما قطع طبيعي الدنيا عاد ماغي. اختي طولي بالك. ادي عادي ان شاء الله. عادي مو مشان تروحي هلا هلا على البيت. خير شوفي؟ قال عمي ابو وضاح اجى الشيخ وضاح وجماعته جاي معهم نسوان. ايوه معناها الشيخة ام نمر جاية معهم. يلا لازم نروح. انا عمتي انا بدي اروح معي. لا تقبريني، اقصري الشر وخليكي هون. الله يرضى عليكي. بدي اروح. طيب معلش تقبري، هلا ببعث ورديبة بتجي بتعاوني. يلا عمتي عمتي اخي ابو محجوب رضي ان رويدة تروح معك على بيتها. هو قال لك هالحكي؟ ايه عمتي ايه هو قال لي. لا تقبرني. يلا حبيبتي يلا لك علي البسي ومشي. تكي عمتي تكي. قومي روحي معنا انت الثانية كمان. والله جعبان يروح سلم على ابن مر لابس ملايتي انا الثانية. يلا عجلوا. يلا يا مرت عمي، انت بتعرفي انه ضد عقلي الكذب واللف والدوران، ليش ما عم تصدقيني؟ هو قال انه انت وافقت انه رويدة ترجع لجوزها، ولكن انت هي سمعته. شو بدك تكذبني عينك عينك؟ حاشا لله شو هالحكي يا مرت عمي؟ خلص خلي وفيقة وروحوا لعنا على البيت، وانا هلا رح بشحطها من شعرها شحط. وبركة ما خلوها تجي معها. ستي ساعتها لكل حادث حديث. عبدو لنشوف. امشي يا مو امشي. خاطرك ابن عمي. الله معك يا امي. ابو محجوب انا رايح لعند عمك ابو وضاح، شوف ايش كان عاوز شيء. حاكم اجى لعنده ضيوف الشيخ وضاح وجاره. ان شاء الله بتروح وما بترجع، ان شاء الله بتروح وما بترجع. لك انت مين اللي قال لك انه انا خليت رويدة ترجع لعند جوزها على البيت؟ انت. انا قلت لها؟ ايه انت قلت لي. قلت لك بدك تخلي رويدة تروح على بيت جوزها؟ قمت هزيت براسك. ولك الله لا يوفقك خربت بيتي، ولك إذا هزيت براسي بكون موافق إنه رويدة ترجع على بيت جوزها. شو معرفني؟ أنا هيك فكرت. إلا بقى تفكر أخي الله يوفقك، بس عم تفكر عم تخرب بيتي أنت. دير بالك على المشغل أنا رايح أجيبها. أخي والله مو وقتها هلا، بيت عمتك عنده ضيوف يعني ومو حلوة. رجلي طالعة معي لهون ها؟ أسمع من وشي. خير شو في؟ عبدو برا عاوزك. خليه تفوت. قلت له يفوت ما رضي، قال بده اياك ضروري. طيب هلا طلعنا يلا. يا جماعة الخير خذوا راحتكم تفضلوا، انا بالاذن شوي راجع. تفضل خذ راحتك معك يا اخوي. خذ راحتك. تفضلوا يا رب. اهلا يا خال، ليش واقف برا؟ تفضل لجوا. والله مستعجل شوي. خير؟ بدي اختي. اختك؟ ايه اختي. خير ان شاء الله.
شو بدك فيها لاختك هلا؟ البيت مليان ضيوف وفي عنا حريم، اذا في شي ضروري قل لي وانا بخبرك. لا ما في شي ضروري، بس بدي اياك تروح معي على البيت. انو بيت؟ بيتنا. قلت لك انه اليوم هي مشغوله وفي عنا ضيوف. شوف لك خالي هلا بس يروحوا ضيوفنا ببعث لك هي وعمتك. تأمر خال تأمر. ما يأمر عليك ظالم. عمي البنت اختي وبدي اياها تروح معي على البيت، بيت ابوها. شو كفرنا؟ عبدو بصير الشر. البنت قاعده ببيت جوزها مو ببيت حدا غريب. قلت لي جوزها. يا الله يرحم هذيك الايام، بس يرجع بصير جوزها. خلاص ولا شوفي مختار ما في شيء عقد ما في شيء. مو طلع عند ضيوفك مختار وما عليك. لا مش شو عليك، ما استحيت انا. هلا انا ما استحيت. انت شو ضربك؟ لك انا ما حكيت معك، ما حكيتك بالقصة وانت وعدتني. اخي انا ما وعد حدا عقيد، الله يوفقك. ها ليك عبدو اذا بتضل ميبس راسك تكسر لك. معلش عقيد الله يوفقك للمرة الثانية. ها هي قصة عائلية وما بدنا حدا يتدخل فيها بنوب. اني كلمتي بده يكسر له بخاطره لابو الضاح لسه ما خلق لو كان اخي عمر مو انت. لا لا اضوي وانساني هالقصة بمصلة. يا أمو مشان الله مشان الله إيمينة من سيرتها، إن رجعت ولا ستين عمرها ما ترجع ولك تنقرض. يا الله صلى الله عليك. شو بتفهمي ولك طالعة ذكية لعمتك ما صحيك. رويدة لازم ترجع لهون مشان نعرفها قيمتها. شو نسيتي شو عملت فينا بزمناتها؟ هلأ قال الأوى. ما نسيت أمي والله ما نسيت، بس بصراحة والله خايفة إنه عبدو يطلع خلقه ويطلقني. لا تخافي، طول ما أنا شاددت له الحبل وماشي وراي ماشي، بس دقار برخي له الحبل. يعني هيك قولتك ما بيطلقني؟ لا ما بيطلقك. ماشي. انزع على باب المسلح انت وياها. لك مو عيب عليكم، لك مو عيب عليكم عم تضحكوا على امي. يو مين عم يضحك على امها؟ بنتك وكنت. يو اسمعوا على السمعة، من حصه طلعوا بتكون هي العقرب اللي صارت. عمي شفتهم بعيني ما حدا قال لي. ليه انت وياها كنتوا عم تضحكوا على مرت عمي؟ يو نحن كنا عم نضحك على عليا مو على امه. مو هيك سلمان؟ مو عم يضحكوا يعني مع عليا. صبايا عم يمزحوا مع بعضهم. هلا قلي صغري شو صار معها؟ ما خلوها تجي معها؟ امشي يا مو امشي، بيت ابوكي اولى فيكي. مرت عمي لا تخربي بيت بنتك بايدك. حاجة بقى صهري حاجة، نحن عطيناك حرمة مو خدامة لأمك وأخواتك. قال لا تخربي بيتها. ليش إلها بيت هي يا حسرة لينخرب. امشي يا مو امشي. وفيقة شو بدك بوفيقة؟ ما دخلها وفيقة، بس ترجع المحروسة اختك نبقى منرجع لك ياها، وبيجوز ما نرجعها كل ساعة ولا ملائكتها. يعني وللبنت؟ ايه سيدي وللبنت. ايه شو عليه؟ وفيها انت طالع. شو؟ لا عبدو لا عبدو الله يخليك. لا صلاتها يا منصور. الله يا الله مشان الله يبارك يا الله يبارك. تقبريني لا تقبريني ليش يا مرة جوزة بيك ابن بيك وليانا.
مامتي انا 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 مامتي لك شايفين الله شو عم يعمل فيكم من نجاتكم لك الله كبير هاتي الولد وليك هاتي بي على عينك يا رب